السلام عليكم، وأهلا بكم في قناتكم الجديدة. في مفاجأة كبيرة سيتم نشرها على قناة بين سبورت في الأيام القليلة بالتفصيل حول كواليس المنتخب الوطني الجزائري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. كشفت القناة القطرية بأن الناخب الوطني جمال بالماضي قد أرسل رياض محرز في التاكسي إلى تدريبات الخضر بعد تأخره عن الحافلة في إحدى الحصص التدريبية للمنتخب. وأكدت ذات القناة بأن بالماضي قد رفض التساهل مع محرز كونه أحد نجوم الخضر، وأجبره على القدوم لوحده إلى التدريبات في سيارة الأجرة خلال تدريبات الخضر تحضيرا لإحدى مباريات الخضر في الكان. وستتطرق القناة القطرية في روبورتاج عن المنتخب بعنوان أسرار النجاح للخضر للكثير من الكواليس في المنتخب خلال الكان الأخير والذي فازت به الجزائر. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.